السلام عليكم شباب محاضرة دي اس العناية المركزة النظري راح أحاول أشرحها يعني بدون تفاصيل لأن الوقت ما يسعفنا الـ ARDS هي أس Acute Respiratory Distress Syndrome تلازمة الضائقة التنفسية الحادة هي يعني مو مرض لوحده وإنما complication of other causes in ICU يعني أكو تعتبر مضاعفات لأمراض أخرى لأسباب أخرى في وحدة العناية المركزة تعريفه شنو it is state of acute diffuse alveolar damage characterized by increased capillary permeability pulmonary edema and refractory hypoxia due to right to left shunting هو شنو هي؟, هي عباره عن انتشار لشنو انتشار للالفيولار دامج يعني يكون الالفيولار دامج اللي هو تضرر الالفيولار الاسناخ يكون منتشر مو بجهة وحدة او مكان واحد او بانما بكل الرئه شنو مميزاته تزداد بالكابولاري بيرمولتي نفاذيه الشعرات الدمويه راح تزداد بالتالي اذا زادت الكابولاري بيرمولتي راح يزيد ان الانفلاماتوري ميدييتر وتدخل للالفيولا ثاني شيء عندنا راح تزداد البلمونري اديما اللي هو تجمع السوائل بالرئه بالتالي من راح تتجمع السوائل بالرئه راح يصير ريفراكتوري هايبوكسي لان الاكسجين ما راح يوصل للدم بسبب شنو رايت اند رايت تو ليفت شانتينج الكلينيكال فيتشر اللي هي الاعراض قسموها حسب البرلين ديفينيشن الى اربع اقسام او اربع تصنيفات اول شيء التايمنج من حيث الوقت 1 ويك فروم symptom onset تظهر الاعراض او تحدث عفوا ARDS ار خلال اول اسبوع من ظهور الأعراض الإيميجينج اللي هي نقول نقدر نقول الأشعة أو سي تي سكان تكون البياض اللي هو الأوباسيتيز بايلاترال أوباسيتيز أون تشيست إكس راي أو سي تي سكان كونسيستنت وذ ألفيولار كونسوليديشن البياض اللي هو الأوباسيتيز يكون بايلاترال يعني بالرئتين بالجهتين وعلى طول الرئة مو بمكان محدد كذلك انه يكون الاكس هنا ملاحظه كاتب طيب الاكس اذا الاشعه أشعة الرأي إذا بلاك معناها إير هواء طبيعي أما إذا الأشعة ظهرت اللون لون أبيض فهذا يدل على وجود شنو أما فلوت أو سكريشن أو كونسلديشن كونسلديشن أو التجمع التجمع أو تجمع سكريشن أو تجمع طيح أو تجمع بلاد الـ origin of edema مصدر الودمة أو مصدر تجمع السوائل لازم نتأكد إنه no evidence لا يوجد دليل إنه left وجود لوجود left heart failure or fluid overload لازم نتأكد إنه هو هذا الودمة هل هي heart failure لو fluid overload لو IRDS لازم نستبعد الاثنين left heart failure والفلويد overload الأوكسيجينيشن رابعا الاوكسجينيشن اللي هي نسميها بي اف ريشيو البي اف ريشيو النورمال مالته 500 ملي متر ميركوري تقسم الاي ار دي اس حسب الاوكسجينيشن الى ثلاث اقسام مايلد ومودريت وسيفير المايلد البي اف ريشيو البي اف ريشيو شنو هو بي او 2 تقسيم الاف اي او 2 اذا أه كان مايلد يكون من 200 الى 300 ملي متر ميركوري هذا مدريت من مية الى ميتين مليمتر ميركري اذا سبير يكون اقل من مية مليمتر ميركري هنا اكو سؤال يقول لك بي اف اكو سؤال احد الاخوة انه بي, بي اي او تو اذا البي اي او تو ثمانين الاف اي او تو شلون يطلع بهالرقم ميتين او هنا او تو البي او تو الطبيعي من ثمانين الى مية ال fio 2 الطبيعي شو كنت احنا نعطيه مية ال اذا, على أذا على اما الطبيعي ال fio 2 اللي هو اللي هو مثلي ومثلك ال fio 2 مالته واحد فنقسم ثمانين على واحد وعشرين بالمية تقريبا ثمانين على واحد وعشرين 20. تقريبا ثلاثة على واحد وعشرين يطلع ثلاثمية وثمانين يطلع الطبيعي ثلاثمية وثمانين إذا قسمنا ثمانين على واحد وعشرين بالمية يعني ثلاثمية وثمانين يعتبر طبيعي أسباب دي ARDS دايركت و الدايركت هي اللي رسباراتري و اللي هي مو خارج الاكسترا رسباراتري خارج الجهاز التنفسي اسباب الاي ار دي اس من ناحيه الجهاز التنفسي أما ما اسبا جميع انواع النيموني أسبايريشن وغير الأسبايريشن، اما أسبايريشن نيمونيا ذات الرئه الأسبايريشن ارتشاف اللي هم تحول قدمات معينه او فلود من المعده لللانك ثاني شيء النيمونيا ثالثا إنجري بسبب اللي هم مجموعه الحروق يصير عندهم اصابه نتيجه الانهيليشن انجري بولمونري <applause> كونتيوجن اللي هو الكدمات كدمات البولم كدمة رئوية اللي هو مثلا يصير اخذنا هاي بالجراحة اللي هو مثلا ريب فراكشر ينكسر انكسار احد الاضلاع بالتالي راح يضغط لنا على اللينك بالتالي يسوي لنا اي ار دي اس او فات امبوليزم اللي هي الخثرة دهنية او نير درونج نير درونج يعني قاربة على الغرق يعني ما مديد بعد عايش اما الاندايركت انسلت سبسس تسمى بالدم سيفير تروما الشوك الاكيوت بنكرياتايتيس وكذلك الاكيوت بنكرياتايتيس اللي هو التهاب البنكرياس الحاد الكارديو pulmonary باي باس نعم فتشرح معنا معين الكارديو pulmonary باي باس اللي هو طريقه يتم من خلالها المحافظه على الدوران في الجسم مع ايقاف القلب خلال جراحه القلب اللي هم جماعه الاوبن هارت سيرجري سادس ترانسفيوجن ريليتيد اكيوت لانج انجري و DIC اللي هو Disseminated intravascular coagulation التخثر داخل الأوعية الدموية البراين كذلك البراين العفو البرن الحروق الهيد انجري إصابات الرأس بدرج أوفر دوز فد. أوفر دوز معين راح يسوي لنا أي آر دي إس هذا تيبل كلش مهم حسب ما ذكر الدكتور بالفويس وحسب ما ذكر أثناء المحاضرة إنه مثلا يجيبلك لك what is the most common of aspiration أو خلينا نبدأ أول مرة نشرحه هنا على التيبل الكونديشن والبريفلانس الحالة أو السبب وهو الأكثر انتشارا عندنا أول شيء والموس هو النيموني تسعة وخمسين بالمية والإكسترا بلمنري سبسس ستة عشر بالمية أسبيريشن الارتشاف أربعة عشر بالمية نون كارديوجينيك شوك سبعة ونص بالمية والترومي أربعة بالمية بلاد ترانسفيوجن الدم ثلاثة فاصلة تسعة بالمية يعني أربعة بالمية تقريبا وكذلك البلمونيك كونتيوجن ثلاثة بالمية 8% ثمانية النون بريدسبوزينج كونديشن بدون أسباب بدون سبب اللي هي ثمانية فاصلة ثلاثة بالمية الأذر إنه يعني الأذر مختصر مختصر للأذر الأذر كل اللي بالجدول العفو كل كل ذني الدايركت والإندايركت عد اللي بالجدول اللي هي انهيليشن إنجري بيرنس حروق, اوفر overdose, كارديوبولمانر <تكفيق> باي باس النيكروتايزنج بانكرياتايتيس التهاب البنكريات التهاب البنكرياس من الاخر والانتركرينيال هيموريج نزف داخل الدماغ ممكن يجيب لنا الدكتور حسب كلامه وات از ذا موست كومون اوف اسبيريشن بولمانري كونتيوجن تروما يعني يعطيك اياها يعني عدد لك ذن اللي بالجدول وتعطي انت يا الاكثر انتشارا هسه حسبنا ان الإسبيريشن هي تعتبر اول وحده ليش بالنسبه 14% بوليمر كونتيوجن وترومي بوليمر كونتيوجن شكد 3% ترومي 4% يا الاكثر ال4% اذا ثاني وحده ترومي ثالث وحده بوليمر كونتيوجن وهكذا او يقول لك كنت نيوموريت فايف كومن كوز كوزز اوف ايرديس يقول لك عدد اول اول خمسه او اكثر خمسه شيوعا او ممكن اول سبعة او اول ثلاثة تعدد له بالتسلسل الكلينيكال <applause> <applause> كورس ان باثوفيزيولوجي هسه نصيف نصنف الاي ار دي اس من ناحيه الباثوفيزيولوجي او من ناحيه من ناحيه اكوردنج آه تو تايم اول شيء اكسداتيف <applause> اللي هو الافرازات الافرازات الوساطه الالتهابيه تكون باول اول سبعة ايام اول اسبوع ثاني بروليفراتيف برو تكون تكاثر لهذه الافرازات من اسبوع الى ثلاث اسابيع من سبعة ايام الى واحد وعشرين يوم وكذلك الفايبر اوبتيك تليف الرئة بعد من بعد ثلاث اسابيع الى اربعة اي ار دي اس بروبلمز اند هسه نشوف المشاكل اللي يسويها الاي ار دي اس وبالتالي شو تسوي Leading to أول شيء السترين أو السترتش اللي هو الشد بقوة اللي تنفخ الرئة due to over distension of compliant alveoli leading to volio trauma الشد هذا راح يسوي لنا يسوي تمدد أو استطالة أو هيش يعني بالالفيولاي تصير يعني مثل التنفخ مثل النفاخ التنفخ بالتالي شو يصير أنه leading to فوليو trauma إصابة بسبب حجم الهواء اللي دخل أو العفو سبب حجم التمدد اللي صار لل... للرئة ثانيا هاي انسبرايت بريجر هذا خلينا على الفنتليتر راح الانسبرايت آه... يجب انه ما يصعد عن اكثر من 30 اذا صار اكثر من 30 ملم ميركوري راح يسوي لنا بارو تروما ثالثا ريليس اوف انفلاماتوري ميدييتر راح تتحرر الوسائط الالتهابية من, ال... من اللانك leading to biotrauma البايوتروما يعني يعني هنا بسبب الباس فورميشن يعني تكون للباس للقيح shear stress due to complete closure and reopening of non-compliant alveoli atelectatic electric trauma. يعني هنا الالفيولي راح تنغلق وتنفتح تنغلق وتفتح بحيث شيء ما يتوافق وي يعني شلون نقول باثو فيزيولوجي يعني مو 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 فيزيولوجي مو نورمال اب نورمال بشكل مو طبيعي بشكل غير طبيعي اما الكلينيكال ساينز ال اللي اذنيه اللي بالجدول السيمتوم الاعراض اللي هو كلينيكال فيتشر اما الكلينيكال ساينز العلامات اكو فرق بين العلامات والاعراض الكلينيكال ساين هي الاي ار للاي ار دي اس هي تكبني تكبنيه بروجرسيف. تكبنيه زيادة عدد مرات التنفس يكون تكون إيرلي مبكرة أس أما الهيبوكسيمية تكون بروجرسيف متدرجة. إذا جاب عليك إم كيو أو ترو فولس أن التكبنيه تكون بروجرسيف تقول لك False وإذا قل لك هيبوكسيمية تكون إيرلي تقول لك False إذن التكبنيه تكون إيرلي مبكرة والهيبوكسيمية تكون بروجرسيف متدرجة. usually refractory to oxygen which usually leading to diffuse pulmonary infiltrate in chest x-ray within 24 hours عدم الاستجابة للأكسجين راح يسبب لنا شنو diffuse pulmonary infiltrate بس بعد سوء الحالة بالتالي تسرب ديفيوز انتشارها وهذا الشيء راح يظهر بالأشعة خلال 24 ساعة ما يؤدي لنا الى ريسبيراتوري فيلر راح فشل للجهاز التنفسي ما راح نتطلب ان نخليه على الميكانيكال فنتريتر خلال 48 ساعه يعني اول 24 ساعه اذا ما صار اذا ما ما حلينا الموضوع او سوينا مانجمنت مضبوط راح يسوي لنا خلال 24 ساعه راح يضرب لنا ديفيوز بولمنري فنتريتر انفلترات، uh, وخلال ثمانية واربعين ساعة راح شو يسوي راح يصير ريسبيراتوري تايلر، بالتالي راح نحتاج ان نخليه على الميكانيكال فنتيليتر بروجريسيف بروجريشن اوف اي ار دي اس بروجريشن اوف اي ار دي اس تطور الاي ار دي اس اذا تطور الاي ار دي اس هنا اثنين اول شيء اس اي ار اس ثاني شيء ام او دي اس سايرس وموتس ستارت يونيون اذا ما ما, ما يقول لك if the injurious factor is not remove the amount of inflammatory mediator released by the lung in ARDS زيادتي راح يسبب لنا اذا ما لقينا حل او ما حلينا ال لقينا العفو مانجمنت سوينا مانجمنت مضبوط للاي ار دي اس راح يسبب لنا شغلتين اول شيء السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم ثاني شيء الملتي اورجان dysfunction سيندروم او الملتي اورجان فيلر الديفرنشيال دايجنوستس شنو الشغلات اللي المشابهة للاي دي اس لازم نميزها عن الاي دي اس اول شيء الكارديوجينيك Pulmonary Edema اللي هو هذا اكثر شيوعا واهم شيء اللي هي الوذمة الرئوية بسبب حدوث مشاكل في القلب ثانيا ديفيوز نيموني انتشار للذات الرئه الفيوولر هيمورج نزف الاسناخ الاكوت انترستيشنال نيمونايتيس التهاب الرئه وتوكسين انجري راديشن نيمونايتيس اللي هو التهاب الرئه يحدث بعد العلاج الاشعاعي لجموعه السي اي كانسر هذا كلش مهم طبعا ال دي اس فيرسس كارديوجينيك بولموناري ادمه شلون نميز بين ال ار دي اس والكارديوجينيك بولموناري نميز من خلال ثلاثة ثري بارامتر أول شيء تشيست تشيست إكس راي ثالث شيء سيفريتي أوف هايبوكسيميا ثالث شيء البرونكو أوليفيولار لابيج من ناحية تشيست إكس راي سوي أشعة على المريض إذا أي آر دي إس فش يصير إن أي آر دي إس همو هوموجينيوس إنفلتريشن and absence usually absence of pleural effusion الهيموجينس انفلتري اذا كان المريض اي ار دي اس الانفلتريشن التسرب او البياض هذا راح يكون هيموجينس متجانس بكل الرئتين وعادة يغيب او ما موجود البلورال افيوجن الصباح الجنبي احنا قلنا جينوم أو البلورال افيوجن شنو اوف فلوت ان ذا بلورال البلورال بالجنب الغشاء اللي يكون تحت القفص الصدري هاي بالاي ار اما اذا كارديوجينيك بلمونر اوديمي راح تكون على شكل باتشي انفلتريشن على شكل بقع هناك شنو هيموجينوس هنا باتشي هناك يعني بالاي ار يكون البياض منتشر على طول الرئه بال بالكارديوجينيك بلمونر اوديمي يكون البياض على شكل بقع يعني شلون نقول مطقعه الرئه and prominent بلورال effusion تكون ال... البلورال افيوجن الانصباب الجنبي او تراكم السوائل يكون prominent بارز اذا بالاي اس البياض الانفيلتريشن منتشر على طول الرئه هيجيموس بالكارديوجينيك pulmonary edema البياض يكون باتشي بقع من ناحيه البلورا الفيوجن بالاي دي اس يكون usually ابسنس عاده ماكو اما بالكارديوجينيك البلورال افيوجن يكون موجود prominent بارز نعم ملاحظات اذا كون ال اوفر بالاي دي اس الانجل تكون واضحه الاي ار الانجل الزاويه اللي اللي هاي اللي جوا اللي على تكون واضحه بالاي دي اس اما ما بالفلود اوفر لو تكون ما واضحه وذ اوت انجل البارامتر الثاني هو السيفيريتي اوف هايبوكسيميا ان ايرلي ستيج اوف اي ار دي اس هايبوكسيميا از اوفن more pronounced than the chest X-ray abnormality. يعني بيقول لك بالأي آر دي أس إذا المبكر إيرلي الهيبيوكسيميا is often غالبا تكون أوضح من chest X-ray. يعني إجاك المريض اذا شفت الهايبوكسيميا بالبدايه صارت معناها اي ار دي اس اما تشيست اكس راي ابرو اب نورمالتي هاي بعد اسبوع من الاصابه من الاي ار دي اس يلا تبين اما ان اير ستيج اوف كارديوجينيك بولمونير اديما ذا تشيست اكس راي اب نورماليتيز ار مور برونوس ات ذان هايبوكسيميا اللي هي اللي يسميها النرجيله يعني كملخص لها النقطة الثانية انه اذا اجاك مريض المريض سويت لي اشعة طلعت طلعت اب طلعت رأسا اوب نورمال رأسا مباشرة اوب هذا معناه شنو Cardiogenic pulmonary اوديمي بس هاي اول اصابة يعني خلينا نتفق ان المريض يجي بداية بداية الاصابة مالتي اذا سويت له تشيست اكس راي اشعة وطلعت غير طبيعية اب نورمالتي راسا بينت اب نورمالتي ورا فتره يلا بينت هاي بوكسيمي هذا معناها كارديوجينيك بول... اما اذا اجاك المريض وسويت له تشيست اكس راي وطلع ما عنده شيء وطلع عنده بالبدايه هاي معناها اي ار دي اس لان ال الاب نورمالتي اللي تبين بالجست اكس راي ما تبين الا بعد اسبوع اللي هناك كاتبه ملاحظه يعني التشيست اكس راي بعدها ما متكونه الا بعد سبعه ايام برونكو الفيولا لابيج اللي هو ناخذ سكريشن من البرونكوس برونكياس بواسطة البرونكوسكوب بالتالي ندز هذا السكريشن للهستوباثولوجي نسوي هستوباثولوجي للافرازات هذه اللي تطلع من الرئة The most reliable method for confirming our our excluding diagnosis of IRDS تكون ال هذا يعتبر ميثود ريلابل ميثود طريقة دقيقة حتى نميز إذا هذا أي آر دي إس أو لا النيتروفيل الرئيس إذا كان إذا ك, إذا, أذا النيتروفيل طبيعي يعني ما عنده إذا كان طبيعي اللي هو أقل من خمسة بالمية معناها ما عنده أي آر دي إس أما إذا كان مصاب بالأي آر دي إس فالنيتروفيل راح يوصل ثمانين بالمية أو ذا سيلز من الخلايا هنا هاي الملمس أوف أي آر دي إس كلش مهمة هو يعني لب المادة General Principles and Supportive Care المبادئ العامة للمانجمنت لإدارة الـ ARDS أول شيء Early Recognition and Treatment of Underlying cause أو التعرف بشكل مبكر على الـ ARDS ونعالج السبب الرئيسي ثاني شيء Minimizing Procedure and Their Complication يعني نقلل العمليات اللي نحاول نقلل العمليات اللي نسويها للبيشنت مثلا اذا ما يحتاج فولي او ما يحتاج سي في لاين يعني يعني نقلل هذه العمليات على مود تقلل الكومبليكيشن عندنا الكومبليكيشن ثالثا الفينس ثرومبو امبوليزم ان ستريس السر كل قلنا كل مريض يدخل ال... يدخل العناية المركزة لازم نعطيه فد وقاية معينة او عفوا العفو علاجات معينة البروفلكسيس وقائية من الفينوس ثرومبو امبوليزم ومن الستريس السر اللانك بروتكتيف فنتيليشن بروتوكول هذا سبيسيفيك تريتمنت هذا مهم جدا هو والجدول اللي جواه احنا شنو هذا المريض شنو نسوي اذا جانا مريض اي ار دي اس بالعنايه المركزه شنو الخطوات اللي نسويها عليه اول شيء ليميت تايدل فوليوم تو 6 ميل بير كي يكون التايدل فوليوم محدود ل 6 ميل بير كي النورمال احنا نعرفه من خمسة كاتبة لكم هنا من خمسة الى ثمانية ميل بير كي جي ليميت بيك بريشر تو 35 سم اتش 2 او نوصل البيك برجر هو نفس البايب اللي هو بيك انسبارتر برجر البيك انسبارتر برجر نوصله الى 35 سم اتش 2 او اما البي اي او 2 لازم نحصل على اكسبت بي او 2 اذا طلعنا من 55 الى نعرف البي اي او 2 الطبيعي من 80 الى 100 بس كونه مريض اي ار دي اس فمستحيل نحصل طبيعي فنحصل بشكل مقبول من 50 الى 60 ملم مياكري والساتوريشن سا او 2 اكثر من 90% اما اذا حصلنا 88% ايضا مقبول هذا الشرح منفصل بالجدول اكسبت هاير ذان نورمال بي اي سي او 2 ليفل من 45 الى 55 ملم زئبق احنا نعرف النورمال السي او 2 من 35 الى 45 بكون المريض اي ار دي اس ما راح نحصل على هيك نسبه طبيعيه راح يكون السي او 2 اكثر من 45 الى 55 ميلي متر ميركلي اللي يوافر كابينيو Use higher level of PEEP positive, positive and expirative pressure to improve alveolar recruitment نستخدم PEEP عالي على مودة نحافظ على أو نحسن الـ alveolar recruitment وظائف الـ alveolar وظائف الأسناخ الـ use use longer expirative time وقت الشيء إن زائده الطبيعي هو من خمسة أو بوينت خمسة وثلاثين إلى أو بوينت ستة نزيد أكثر من هذا الشيء use ventilator mode which allow and support spontaneous respiratory effort نستخدم مودات ثانية ال support of spontaneous respiratory effort اللي مثل SIMV وأخير شيء paralysis with neuromuscular block MR muscle relaxant within first 48 hour يعني كل ما تكون ال muscle في حالة راحة راح يكون راي يقل عندنا الأكسجين Conception خلال إنه خلال 48 ساعة نطيه مصر الأكسنت أو neuromuscular block هذا الجدول أيضا هم مهم هي أصلا محاضرة دي ARDS كلها مهمة بس إذن المهمات أكثر شيء أول شيء first stage و second stage و third stage أول شيء calculate patient predicated body weight من خلال predicated body weight نحدد vital فوليوم tidal volume سامة مطلوبة منكم معادلة بس ايضا مهمه بالعنايه المركزه اول شيء سيت ثاني شيء سيت ثانيا سيت initial تايدل فوليوم ات 8 ميل بير كي جي بير ستيت بودي يعني اول شيء نبدا بيه يجينا مريض اي ار دي اس اول tidal فوليوم نبدي بيه ثمانية مل بير كي Added positive end-exploratory pressure at 5 cm h 2 o احنا قلنا البيب الطبيعي نعرفه من 5 إلى 10 نحن شنطي المريض أول ما يجينا ناير دي اس نطي 5 h 2 o Select the lowest FiO2 that achieves an SpO2 of 88 إلى 95 بالمئة يعني يعني نطي اقل fio 2 حتى نحصل اس بي او 2 من 88 الى 95% يعني اذا مثلا اف اي نطي اف 2 40% وحققنا لنا اس بي او 2 من 88 الى 95% هذا مقبول يعني مو شرط الا fio اي او 2 100% لان قلنا fio اي او 2 100% راح يسوي لنا شنو الاكسجين توكسيسيتي وكذلك يأخرنا delay of winning آخرنا ال الفطام خامس ان ريديوس آه، تايدل فوليوم باي 1 مل بير كي جي ايفري تو هاور 6 مل بير كي جي يعني اول شيء احنا قلنا الاي ار دي اس مريض الاي ار دي اس 8 مل بير كي جي نقلل كل ساعتين نقلل 1 مل يعني بعد ساعتين يصير 7 مل بير كي جي بعد أربع ساعات يصير 6 مل بير كي جي السكند ستيج وين؟ وين؟ تايدل فوليوم 6 ميل بير كي جي ميجر ذا اند اسبيراتوري بلاتو برجر يعني نقيس ال من نطي الطي... نو وصلنا احنا وصلنا قلنا التايدل فوليوم نوصله ستة ميل بير كي جي بعدها نقيس البي بلاتو اللي هو اند اسبيراتوري بلاتو برجر نقيسه إذا أكثر من ثلاثين وإذا أقل من ثلاثين إذا أكثر من ثلاثين عندنا إذا البي بلاتو إذا أكثر من ثلاثين راح شو نقلل التايدل فوليوم ديكريز في تي إن one مل بير كي جي إنكريمنت بي بلاتو less than 13 سنتيمتر o أو TIDAL فوليوم 4 مل بير كي يعني احنا طينا تايدل فوليوم ستة ميل بير كيجي بعدها شو نسوي نقيس البي بلاتو نقيس البي بلاتو اذا اكثر من ثلاثين نقلل التايدل فوليوم بعد اكثر نقلله خلال ساعتين احنا كنا ثابتة كل ساعتين كل ساعتين نقلله واحد مل بير لحد ما نوصله اربعة مل بير كيجي. يعني اذا قلنا احنا ستة مل بير كيجي التايدل فوليوم نزلناه خلال ساعتين واحد مل جد بقي خمسة مل اذا فايل 5 مل حصلنا بي بلاتو اقل من 30 سم اتش نتوقف اذا ما حصلنا نقلل بعد اكثر حتى ما نوصل 4 مل بير كيجي اللي هو لو تايدال فوليوم سبيسيفيك اي ار دي اس ما ننزل اقل من 4 مل بير ثيرد ستيج المرحله الثالثه مونيتور ارتيريال بلاد جاز الاي بي جي فور ريسبيراتوري سيدوسيس اف اف اذا البي اتش من 7.15 الى 37% اللي هو يعتبر شنو يعتبر أسيدوسيس انكريس ريسبيراتوري سبعة فاصلة خمستاش إلى سبعة فاصلة ثلاثين اللي يعتبر سيفير أسيدوسيس سبعة فاصلة خمستاش إحنا قلنا سبعة بوت خمسة وثلاثين إلى سبعة خمسة وأربعين يلا يصير طبيعي راح شو يسوي نزيد الريسبيراتوري الرايت يونتل حتى تصل البي اتش اكثر من سبعة بوينت ثلاثة حد ما يصير طبيعي يعني الرسبات الريت الموصله الى 35 بيت بير مينيت اف بي اتش اذا البي اتش يونيتل اذا البي اتش اقل من 7.15 اللي هو هذا يعتبر ايضا اكثر سيفير سيفير أه، اسيدوسيس انكريس ريسبيراتوري ريت تو 35 أه، بيت بير مينيت اف بي اتش از ستيل اذا بقى اقل من 7.15 نزيد التايدل فوليوم 1 مل بير كي جي انكريمنت إن يونيتال بي اتش مور دان 7.15 يعني النقطه الثالثه نجي للبي اتش إذا بي اتش من سبعة احنا قلنا البي الطبيعي من سبعة بوينت خمسة وثلاثين إلى سبعة بوينت خمسة وأربعين أقل من سبعة بوينت خمسة وثلاثين يعتبر أسيدوسيس أكثر من خمسة وأربعين يعتبر الكلوسيس حاليا هو أكيد أسيدوسيس إذا البي اتش من سبعة فاصلة خمستاش إلى سبعة فاصلة ثلاثين نزيد الرسبارات الريت نوصله خمسة وثلاثين رسبارات الريت خمسة وثلاثين بيت بير منت لحد ما نصعد سبعة البي اتش أكثر من سبعة فاصلة ثلاثين ما فادتها اما اذا اما اذا البي اتش اقل من سبعة فاصلة خمستاش اقل من سبعة فاصلة خمستاش يعني سيفير اسيدوسيس راح شو تسوي نزيد الرسبات الريت ايضا نزيد الرسبات الريت للخمسة وثلاثين اذا حصلناها صار سبعة سبعة فاصلة ثلاثة كان بها اذا ما لا اف بي اتش از ستيل ليس ذان 7.15 اذا ب... اما اذا بقى 7.15 راح نسوي راح نحول الخطوة الثانية اللي هي نكريز فوليوم نزيد التايدل فوليوم آه... نزيد واحد مول خلال ساعتين لحد ما نحصل على pH اكثر من 7.15 آه، رابعا اوبتيمال جول الهدف انه من هذا المانجمنت كله لازم نحصل على ذن الباراميتر نحصلهن مو شرط كلهن اكيد بس اكثر عدد ممكن انه نوصل التايدل الفوليوم 6 مل بير كيجي جي البي بلاتو اقل او يساوي 30 سنتيمتر اشتو اس بي او 2 ساتوريشن اثمونة 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 ايش من 88 الى 95 البي اتش من 7.3 الى 7.45 مانجمنت اوف Refractory Hypoxemia طبعا قلنا المانجمنت كله مهم المنبري اوف ريفراكتوري هايبوكسيميا اذا صارت عندنا هايبوكسيميا ريفراكتوري غير قابل للعلاج عندنا ثلاث خطوات اول شيء البرون بوزيشن نخلي المريض على برون بوزيشن يعني يعني ينام على بطنه يوجوالي عادة من 12 الى 18 ساعة باليوم This manoeuvre improves arterial oxygenation by increasing blood flow to anterior better aerated lung regions. هذه المانوفر هذه الطريقة راح تحسس راح تحسن الأكسجين الساتوريشن للأرتريال للشريان يعني الدم الشرياني راح يزيد الأكسجينيشن مالته بواسطة by increasing blood flow to anterior والبتر أريتيد لانج ريجن راح يزيد ان البلد فلو تدفق الدم المنطقة الأمامية ومنطقة التهوية اللي موجودة بالرئة prone position can improve survival if started early within 48 hours ال prone position ممكن يحسن لنا ال ال survival يعني شلون نقول يزيد لنا من نسبة نجاة المريض اذا كان ال اذا بدا بشكل مباشر مبكر خلال 48 ساعة من خلال من كذلك improve oxygenation يحسن الاكسجين الاكسجين and secretion clearance احنا نتخلص من secretion بشكل أفضل إذا كان المريض برون بوزيشن الـOther Mode نغير المودات الطريقة الثانية هو الـOther Mode نخلي مود نخل المود ثاني اللي هو APRV Airway Pressure Release Ventilation Involves a prolonged period of spontaneous breathing at relatively high airway pressures to open a collapse, collapsed alveoli تو فاصل اي سي او تو ريموف يعني نخلي مود نغير المود للمريض نخلي للاي بي ار في راح يعطي ضغط عالي بالتالي راح على مود يدخل لنا للالفيولاي على مود الاكسجين يدخل للالفيولاي بالتالي من يكون الضغط عالي راح تو فاصلة سي او تو ريموف راح يطرد لنا سي او تو ثالثا ديكريز اوتو نقلل استهلاك الاكسجين اذا عدى بين نعطي انالجيزي اذا عدى فيفر حمى نعطي انتي بيراتيك واذا عندي انكزايتي قلق نعطي انفسيولايتك مضاد للقلق انكريز او2 دليفري نزيد نقل الاكسجين بواسطه هاي المعادله دي او2 يساوي 10 output في كارديك اوتبوت في 1.34 في الهيموغلوبين في الساتوريشن زائد 0.3 بالالف في بي اي او2 شلون نزيد الاو تو دليفري نزيد الكارديو اوت بوت ونزيد الاتش بي وال اس اي او 2 الكاردياك اوت بوت شلون نزيده نزيده عن طريق ال نزيد الهارت ريت الاتش ار والستروك فوليوم بواسطه الفلوت هاي الكاردياك اوت بوت اما الاتش بي شلون نزيده نصحح اذا اكو انيميا وكذلك نصعد ضغط الأوكسجين النقطه الخامسه انهيليشن نيتروتيك نيتريك اوكسيد العفو نطيه نايتريك يعني اوكسايد على شكل انهيليشن النقطة السادسة اكمو اللي هي الرأي الخارجي especially, especially patient with H1N1 and COVID-19 خصوصا بالمرضى اللي عندهم COVID-19 وفلاونزا الطيور H1N1 fluid and nutrition management اول شي fluid extracted and should even undergo dialysis when possible يعني من الطي فلود بحيث يوصل الى مرحلة البيجنت اوفرلود لازم نحسبها بشكل مضبوط واذا عنده اوفرلود نطي دارتك دارسيس او دارتك مدررات ثاني شيء هاي فات انتيك تو ريديو سي او تو برودكشن قلنا التناول الـ 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 المغذيات اللي نطيها له بالعنايه المركزه اخذناها هاي العام انه لازم تكون فات دهنيه ليش على مود نقلل انتاج السي او 2 ثنائي اكسيد الكربون الكومبليكيشن بسبب management The mortality رأيت معدل الوفيات لل ARDS من خمسة وثلاثين إلى أربعين بالمية خلال أول أسبوعين بسبب من بسبب هاي الكومبليكيشن of management are common المضاعفات اللي تصير بسبب الكومبليكيشن برأيي هاي أيضا مهمة لأن ممكن تجي على شكل سؤال اس اي هن خمس نقاط ما بينفش صعب البارتروما ممكن يصير عندنا عند المريض ممكن نوسكوم يا نيمونيا نيمونيا اللي هي احد انواع النيمونيا اللي ذات الرئه اللي يصير بسبب وجود المريض داخل المستشفى الديب ديب فينوس وكذلك الكاثيتر ريليتد انفكشن الكاثيتر اذا طول الفتره مالته الكاثيتر اي كاثيتر يدخل جسم الانسان اذا تزيد الفتره مالته على الحد الطبيعي راح يسوي انفكشن التهابات وكذلك السترس السر اللي هو اللي قلنا نطي المريض اشتو اما اشتو بلوكر او انتي أسد خلصت المحاضرة او لا العفو اذا الملاحظات تفيدكم الفيتي تي اللي كمية الهواء اللي تدخل احنا نعرف انها شغلات من العام بس للتذكير حتى تبقى بال الواحد انه تادا الفوليوم كمية الهواء اللي تدخل او تخرج من الرئة من نفس الواحد الطبيعي من خمسة الى ثمانية ميل بير كيجي البيب كمية الضغط الإيجابي بوزيتيف إنت إكسبيراتيف أبراجر اللي كمية الضغط الإيجابي العفو الضغط الإيجابي لكمية الهواء لكمية الضغط الإيجابي اللي نسلطه على الرئة على موضوع. كمية الهواء لكم العفو كمية الضغط الإيجابي الموجود للهواء المتبقي بعد آخر نفس إنه آخر نفس يعني إذا يطرح المريض يطرح النفس مالته أكيد ما ال يبقى بها آه يبقى بها بعض ال... الضغط فأنت هذا يبقى بها بعض الهواء هذا الهواء ضغط هذا الهواء على الالفيولا ما يصير بها كولابس ضغط هذا الهواء شو نسميه نسميه بيب اللي هو من خمسة النورمال مالته من خمسة إلى عشرة سنتيمتر أشتوه البايب اللي هي بيك انسبولاتر برجر الضغط اللازم اللي, اللي نسلطه على مود ندخل الهواء للرئة الضغط اللي نسلطه على الرئة على مود يدخل الهواء لهذا الرئة أما الإسبريتر تايم اللي هو زمن الشهيق من أو خمسة وثلاثين إلى أو ستة البي اتش هاي نعرفه بس ال... نعرفه إنه الطبيعي من سبعة فاصلة خمسة وثلاثين إلى سبعة فاصلة خمسة وأربعين من سبعة وخمسة وأربعين فوق بيس قاعدي الكالين ومن سبعة فاصلة خمسة وثلاثين جوا يكون أسيدك يعني حتى لا تنساها تخيلها إذا على اليمين يعني خمسة وأربعين فوق يعتبر بيسك بيس أو الكالين قاعد على اليسار سبعة فاصلة يعتبر أسيدوسيس حامضي رسبات الرئيس كنا نعرفه من 16 إلى 20 ست ساكل بير مينيت إحنا قلنا بالأي آر دي إس إلى رسبراتور نوصله خمسة يعني تكبني وآسف على الإطالة وحاولت أستعجل لأن وقت ما عندنا